السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد غريبه اللي طلبتوها منها، اللي هي غريبه بكوكو، واللي غادي تكون مجموعه بالكوك. اللي غادي نحتاجه هنا عندي نص كيلو ديال الكوك الكاوكاو اللي انا قبطته، الكاوكاو البيض حمر قليته انا، كاين اللي كيدخل الفران قليته داك الزيت ديالو فاش طحنته راه طلق لي ليدام. يعني نتوما الناس اللي كيدخلوا هاد كاوكاو الفران غادي تزيدو نتوما جوج معالق ديال الزبده، انا ما غاديش ندير كاع ليدام لان كاوكاو عندي فيه مقلي بالزيت. عندي هنايا الكوك اللي غادي نجمع به على حسب الجميع اللي غيتجمع لي هذا الكاوكاو. هذا عندي هنايا خميره ونص ديال الخميره الكيماويه، تقريبا عندي 11 غرام. عندي هنا 3 ديال البيضات، وعندي واحد الرشه ديال الملح، وعندي كاس الارب ديال السنيده. دابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. هنا غادي ناخذ هاد الكاوكاو، كي قلت لكم كاوكاو اللي في الفران ديروا معاه جوج ديال المعالق ديال الزبده اللي كان عندكم ناشف، لان تيكون محرتت غبره. وبالنسبه اللي كيكون مقلي تيكون طالق ليدام. غادي نضيف البيض، وغادي نضيف السكر سنيده، وغادي نضيف واحد جوج معالق ديال الكونفيتور انا ما ذكرتهم لكمش، كونفيتور اللي انا من السماه بالزهر. صافي غادي ندير واحد الرشه ديال الملح باش كتهرس لنا داك لوغو ديال. غادي ندير الخميره كذلك، غادي نجمع هذا الخليط، يمكن لكم نتوما تجمعوا الخليط الا ما كانش عندكم الكوك تجمعوه بالدقيق، ولكن ما يكونش جاري، يكون الدقيق فيه شي شويه باش تجيش. دابا غادي نبقى نجمع بالكوك، دابا لي تقريبا عندي هنا واحد 100 غرام ديال الكوك اللي درت. هانتوما كتجي معلكه، غادي تخليوها ترتاح واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق حتى تشوفوها واش باقا جاريه او لا جمعات، لاننا لا بقينا كنزيدوا لها وهي خفيفه ما غاديش، غادي تجمع لكم، ومنين طيب غادي تجي قاصحه. من الاحسن خليوها هكذا في الثلاجه تقبط راسها مزيان، حسيتوا بها انها خفيفه غادي تزيدوها واحد شويه ديال الكوك، حسيتوا بها انها قبطت راسها صافي غادي نستوبيو. يعني هاني قلت لكم كتجي هكا تكون خفيفه هكذا بحال هاد الشكل، وندخلوها للثلاجه غادي ترتاح مزيان واحد المده ديال تقريبا واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه، ونجبدها باش نشوفها كي ولات قدامكم. صافي هنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه هانتوما شفتوا كيفاش كترجع كتقبط راسها مزيان. دابا غادي ناخذ، غادي نديرها كرات يكون حجم متوسط ماشي قياس واحد، كبار ولا صغار على حسب نتوما. هي بخيل يديكم فاش كتكونوا كتصوبوا راكم كتحسوا انها واش كبيره ولا صغيره، لان يديكم كتقبض العبار ديك الساعات. صافي هنا غادي ناخذ هاد السكر كلاصي ديالي، ونحاولوا اننا نديرو فوق منها السكر مزيان، وغادي نقبطو واحد السكين، وغادي نبقاو كنديرو الجنب هكذا باش كنعطيوها واحد الرشمه.
وكنزلوها في الطبسيل على هذا الشكل، وتحطوها غير بشويه لان باش ما طيح لكمش السكر كلاصي. والفران غادي يدخل له تقريبا 10 ديال الدقائق لا غير، يعني من الفوق ومن التحت غادي دير له لها 5 دقائق من التحت وغادي ديروا لها 5 دقائق من الفوق باش تبقى لكم معلكه. لا طولتوا لها التحمار غادي تمشي فيها. ونصيحه ليا كمبتدئات انكم الا حسيتوا بالخليط شكيتوا فيه يمشي ما يصدق لكمش، دفعوا وحده في البلاطو ودخلوها الفران وشوفوها واش ساحت واش قاصحه. الا كانت قاصحه غادي تقدروا تزيدوها واحد البيضه، شويه البيض طربوه وتخلطوه معاها باش تخفف لكم. كانت عندكم جاريه غادي ديك الساعات غادي تزيدوا لها نتوما الكوك ولا واحد الرشه ديال الدقيق باش تجمع لكم باش ما تبقاش جاريه. انا غادي نستمر على هذه الطريقه هذه. هذا الطالب دي واحد الاخت اللي قالت لي عفاك ديري لنا غريبه ديال الكاوكاو والفول السوداني والكوك. انا راني منزله لكم، غادي نحط لكم الرابط اسفل الفيديو بحال هذه الحلوه هذه اللي كنت صوبتها بالقرقع وطلعت ناجحه وعجبتهم بزاف الاخوات اللي متتبعين ديالي وعجبتهم بزاف بزاف وطبقوها وداروها وحمرات لهم وجههم. ودائما كنعطيكم انا وصفات ناجحه هانتوما. دابا انا غادي نستمر في هاد الشيء باش ما نطولش عليكم. بالنسبه للزين، بالنسبه للزين ديروا نتوما اللي بغيتوا. انا غادي ندير لوزه يعني بقشورها، ما غاديش نزولها. بغيتوا نتوما ديروها بلا قشور ديروها، يعني كيمكن لكم القرقاع بغيتوا ديروا الكاوكاو من الفوق اللي بغيتوا، داكشي على حسب. انا غادي نوريكم هذا هو هذا. غادي نبرك على هنا واحد اللوزه نفض يدي باش ما يبقاش اللوز. فاش كنبركوا عليها كيتحلوا لينا داك الشقات كيزيدوا يعطيونا الزواقه ديالهم. انا غادي نستمر على هذه الطريقه هذه وغنفعهم الفران كي قلت لكم من الفوق. غادي نشعل عليهم من التحت الاول ومن بعد غنشعل عليهم من الفوق 8 10 ديال الدقائق لا غير، لان حنا عندنا كلشي طايب فيها خصنا غير تشمع لنا داك البيض وصافي. وغادي من بعد نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم. صافي هنايا هاني كملت البلاطو كامل. دابا كيف حفرتو بهذه اللوزه هانتوما كيف كتشوفوا. دابا غادي ندخلوا الفران يطيب على مده 10 ديال الدقائق من الفوق ومن التحت ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالو. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا بعد ما كتخرج من الفران، كتجي على هذا الشكل هكا. كي قلت لكم 10 دقائق ما تفوتوها لهاش. كنتمنى انها هاد الوصفه هذه تعجبكم وتطبقوها. وكي قلت لكم راه كاينين اشكال وانواع ديال الحلوه اللي كتصلح للمناسبات والاعياد. كنضرب لكم موعد ان شاء الله مع فيديو اخر مع وصفه جديده. وشكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.